أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله دائما وأبدا في كل الظروف. نحن اليوم ظروفنا صعبة كانت في الموسم وتشامبيونز ليج مثل ما شفت أنت، حطينا ثقلنا كامل على تشامبيونز ليج. أحب أبارك سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه، سيدي سمو الشيخ خزاع بن زايد الله يحفظه، الشيخ سلطان بن حمدان الله يحفظه. اليوم فوز مش نهاية المطاف. عقلية اخواني اللاعبين هذه اللي انا ارتاح لها وافرح فيها، ان اليوم نحن ما سوينا شيء صراحة. اليوم مجرد فوز اوكي، شيء تاريخي انك انت توقف الهلال من سلسلة انتصارات. هذا انا احب ابارك لاخواني اللعيبة على المجهود الجبار والثقة، لان اليوم انت تلعب مع فريق الهلال يعني مجرد انك تدخل تلعب معاهم شوي فيه خوف، لكن انا من شفت اداء اخواني اللعيبة اليوم اثق فيهم ثقة عمياء واحب اشكرهم. في شوط ثاني كل شيء صعب، ما في شيء سهل. نحن مستمرين، الله يقدرنا على الرد الجميل لهذا الجمهور والمعازيبنا ونحن مستمرين ان شاء الله ويا رب. يعني كانت صعبة سهلتوها بادائكم القوي، مبروك بندر. الله يسلمك.